أشواقع جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. أنا مواطن مغربي، اسم ديالي محمد كرومي من مدينة الزمامرة. أنا ضحية خطأ قضائي، كنت اعتقلت ظلما واعتقادي كان اعتقاد تعسفي بدون أن أرتكب أي جريمة. تم اعتقالي، قضيت 4 أشهر داخل السجن. من المرحلة الاستئنافية قالت المحكمة، محكمة الاستئناف بمدينة كازا، ببراءتي من الأفعال النسبة إلي. بعد ذلك وبعد ما تقدمت مجموعة من قمت بإجراءات مجموعة من المساطر القانونية، قدمت إلى المحكمة الإدارية لمراكش بشكاية بسبب خطأ قضائي اللي تعرضت لي. المحكمة الإدارية بعد مجموعة من المراحل التقاضي حكمت لصالحي. الحكم اللي كان لصالحي بتعويض قدره 20 مليون سنتيم. ولحد الآن بعد صدور الحكم حوالي منذ تقريبا 3 سنوات لم يتم بعد تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش. تعرفوا احنا هذه دولة حق القانون ودولة الديمقراطية ودولة المؤسسات، ولكن وحدة الخطاب الملكي الأخير اللي في إطار رؤوسه البرلمان مؤخرا نص على ضرورة تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية للمواطنين وتنفيذ الأحكام القضائية. أنا لحد الآن رغم هذه التعليمات التوصيات الملكية ورغم الدستور الفصل 121 من الدستور المغربي التي يقول كل من تعرض لخطأ قضائي يتم تعويضه من طرف الدولة، لحد الآن الفصل كاين، لحد الآن التعليمات الملكية كاينة، لحد الآن ولكن لا زلت ضحية، لا زلت تنحس بالحقرة، تنحس بالظلم، أنا حسيت راسي مقهور، أنا حسيت راسي براني على الدولة المغربية، لأنه اعتقلت ماشي مشكل، ولكن اللي وراها نطالب بحقي ورجعت هي باغية تلقى واحد المساطير معقدة، سيرو جي وسيرو جي وطلع هنا وطلع هنا. أنا بصراحة أنا عييت نطالب مرة أخرى، وكل سيد وزير العدل وكل جمعيات الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني بضرورة مؤازرتي ومساندتي والوقوف إلى جانبي وتدخل فعلي حقيقي من أجل تكريس مقتضيات فصل 121 ومن أجل تحقيق عدالة حقيقية من خلال الاعتبار إلي وتنفيذ الحكم القضائي نتبع عن المحكمة الإدارية لمراكش. إذن عندي مجموعة من وثائق رسمية. الحكم الأول، الوثيقة الرسمية الأولى، الحكم الابتدائي عن مدينة عن ابتدائية كازا يقضي بإدانة 4 أشهر خلف القضبان. الحكم الثاني محل استئناف يقضي ببراءتي من الأفعال المنسوبة إلي. إذا قدمت مجموعة من هذه طبعا سجل نسخة من سجل الاعتقال اللي بعد ما كنت في السجن اللي هي نسخة الاعتقال. إذا عندي أيضا مجموعة وثائق أخرى، قدمت بشكاية إلى السيد وزير العدل، شكاية ثانية أيضا إلى وزير العدل، شكاية أخرى قدمت إلى السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أيضا قدمت بشكاية للسيد الكونولي القائد القيادة الجهوية للدار الملكي بمدينة كازا بشأن تزوير، لأنه كان المحكمة مدينة كازا أكد لا استعمال الزور من طرف الضابطة القضائية للدار الملكي. إذن قدمت شكاية سيد قائد القيادة الجهوية بمدينة كازا وتقدم قيادة إلى الفتيشية بمدينة الرباط الدار الملكي. لحد الآن لم يتم اعتقال ولم يتم بحث في موضوع أو اعتقال ضرتي أو إجراء. إذن هكذا دارت الأمور هكذا بدون أن ينال الزومات عقابهم بشأن الأفعال المسؤولة إليهم. المسألة الثانية، تقدم شكاية إلى السيد رئيس لجنة العدل التشريع، قبل كنائب كمستشار برنامجي ورئيس لجنة العدل التشريع وحقوق الإنسان، تقدمت لي أيضا لحد الآن نزيد أنتظر أيضا طلب مؤازرة، مجموعة من الوثائق والحجج المستندات اللي هي رسمية عن جميع المحاكم سواء كازا الرباط مراكش. إذا لحد الآن لازلت أنتظر ولازال لم يحرك أحد ساكن في موضوع من قضيتي، ونتمنى نلقى أجل ساغية ونتمنى
شي واحد يسمع صوت ديالي ويسمع الصرخه ديالي ويسمع نداء ديالي.